ونهاية السيد الوالي وبكل إدارات الجهة، بارك الله فيكم على هذه الزيارة الناجحة وعلى اهتمامكم بولاية سيدي مزيد وبقطاع الشباب والرياضة فيها. أنا حبيت أن نقول من خلال جملة هذه المداخلات وفي دردشة معكم هكا، مانيش باش نستحضر جميع الأجوبة الأسئلة تبارك الله برشا، ولكن على الأقل خطوط عريضة لما هو موجود ولما يمكن إنجازه على أرض الواقع. أولا بالنسبة لمسألة الملعب البلدي نبدأ بها، لأنه بالأساس كلفني السيد رئيس الحكومة بأن أجد حلا لهذا الموضوع، وأن يكون هذا الحل في إطار رغبة أهالي الجهة وضمانا لأن النادي يلقى أفضل الظروف في منطلق السنة والموسم الرياضي المقبل. بالتالي صحيح الحلول لابد كما قلت سيدة النائبة أن تكون جذرية، ولكن الحل الجذري أعتقد أنه ما نجمش يكون في شهرين، اتفقوا مع بعضنا ما نجموش في شهرين، لأنه قدامنا شهر جويلية وشهر أوت، وحتى أوت ما فماش، لأنه أوت باش تنطلق البطولة، انطلاق البطولة يمكن يكون في الأسبوع الثاني الأسبوع الأول لشهر أوت، لأن ريال معنا شهر إلى شهر ونص. هذا اتفقوا شنو نجمو نعملو مع بعضنا الناس الكل. أنا أرى وهذا مقترح أنه نعمل تدخل سريع لجعل هذا الملعب قابل أنه يشتغل في نصف شهر أوت، نقول في بداية شهر سبتمبر، لأنه من الهام جدا أنه يلقى فريق سيدي بوزيد ملعب لائق تبدأ فيه البطولة لضمان حسن انطلاق الموسم، لأنه تعرفوا أصعب الأمور هي ديما البدايات، وثانيا لأنه الجماهير اللي تحب تشاهد الفريق تلقى ظروف باش تنجم تشاهد الفريق. نحن شنو الوضعية اللي عندنا؟ عندنا منذ سنة 2013 أو 12 مرصودة 100 مليون اللي 100,000 دينار للدراسات، الدراسات تمت، لكن الدراسات شنو فيها؟ فيها حجرات الملابس، تعلية الجدار، وما فيهاش التعشيب، فيها المدارج، توسيعة المدارج. قلنا المئة ألف دينار اللي تمت الدراسة معاش نحكي عليها في ظل مليون اللي هو معناها مليون دينار، ناخذ منهم جزء هم مرصودين على 2016، مش نحاول كيفاش نلقى حل لأنهم مش مرصودين على الميزانية هذه، معناها ما عندناش باب في الميزانية هالمليون هذا مرصودة مليون اللي تصدق على 2014 2015 هي 100,000 دينار فقط. قلنا ناخذ جزء من المليون هذا ونحاولوا نستعجلوه اللي هو مرصود على 2016 وباش ينجم يكون الملعب جاهز، باش نحاولوا ناخذوا نصفهم تقريبا، نعملوا عملية تدخل سريع على مستوى إنقاذ العشب كتدخل سريع، وفي نفس الوقت نهيئوا حجرات الملابس ونعليوا السور باش يكون فما يحظى هذا الملعب بترخيص لاعتذار المباريات، لأنه تعرفوا فما لجنة تتنقل وتعطي صلاحية الملاعب. الحل هذا باش نحاول ناخذوه في شهرين، ما عندناش حل آخر. احنا اليوم تقريبا منتصف شهر جوان وعلى منتصف شروط، وشوفوا رمضان، وتعرفوا احنا العمل بتاعنا في رمضان ياخذوا 10 ايام راحه واكثر، احنا ما يخدمولكش في رمضان، يخدمولك الاسبوعين الاولانيين باش يلقاو مصروفهم من رمضان، ومن بعد تالي يرجعوا بعد العيد ب 10 ايام. هات نحكيو واقع، نحكيوش حلم، انا ماذا بيا نحلم معاكم، انا ماذا بيا تو كان نمشي غدوه بعد اسبوعين اخر. ثم هذا الكل باش نتجاوزوا القوانين وباش نتجاوزوا مساله اسناد الصفقه لشكون، وتعرفوا احنا عندنا قانون يحكم فينا، باش نحاول نلقاو ترخيص استثنائي باش نجم ننجز هذا في ظرف اليوم شهرين، ولكن في واقع الامر هما شهر كنا نحيوا جمعه اللي مازال للدراسه هذا الموقف، ونحيوا 10 ايام تاع قبل العيد عواشر والناس الكل باش تعيط، وجمعه بعد العيد باش نلقاو شهر، الشهر هذا باش نكونوا واقعيين. كان تحبوا نمشيو في الاتجاه التدخل السريع، وهذا اللي انا نراه، لانه هما تقريبا الناس الكل يقول لك نحبوا نلعبوا في ملعبنا، هذا في كلمه سمعتها تردد. اذا انتم مستعدين انه نغضوا طرف على المساله هذه وتلقاو حل باش تلعبوا على الاقل 6-7-8 مباريات على الاقل حتى يكون مرحله الذهاب الكل البرة، حيت ناخذوا حل جذري. الحل الجذري انه نرصدوا اقل شيء 2 مليارات باش نجموا في ظرف 8 شهور 10 شهور بجرعه استثنائيه نجموا نعملوا كل شيء، واللي هما لحد الان مش مرصودين. علاش انا نقول نمشيو في الحل الاول باش نجموا نلعبوا في الملعب هذا، ناخذوا دراسه سريعه اللي هي تقريبا متوفره بين وزاره الشباب والرياضه والجيني سيفيل انجينير اللي عطاها لي قبيله، فيها تقريبا
700000 دينار مش شويه ولا 650000 دينار بين العمليه السريعه هذه اللي مش تكلف لنا، وبعد نشوفوا رواحنا وين. كان مشات الامور على حسب ما يرام وانطلقنا انطلاقه جيده، نجموا في مارس نرصد بقيه الفلوس ولا في ابريل ونكملوا التهيئه بتاع المدارس والكل. هذا اولا، هذا الحل اللي نراه، ولكن هذا وهذه نجم نعتبرها بشرة تزف لكم انتم، انا على استعداد لان ادافع على ملف انه يكون في سيدي بوزيد مركب رياضي بحجم مدينة سيدي بوزيد وابطالها، لكن هذا مش في 2016، على مخطط التنمية للسنوات الثلاثة المقبلة. معناه ينجم يكون 2016، يكون 2017، يكون، لانه صراحة مش انا وحدي اللي نقرر، ما نجمش انا اليوم نجي ونقول قررت انه نعمله، فما اجهزة تقرر معي، فما حكومة، فما ميزانية، فما مخطط تنمية قاعدين نعمل فيه ناس كل مع بعضنا، وبالتالي نجم نعود به أنه ننجز مركب في مستوى طموحات أهل الجهة يكون بطاقة استيعاب محترمة لما لا تكون فيها 10000 أو 15000 أو حتى أكثر 20000 متفرج، ويكون في غير هذا المركب، المركب هذا الثاني نختاروا المنطقة ويقولوا له خير الأرض موجودة وينجز سواء 16 ولا 17 ولا 18 كيف كيف يدرج في مخطط الخماسي اللي جاي، ونبدأ في معناها برمجته ونقترحه أنا وندافع عليه ونعتبره مطلب من مطالب أهل الجهة واللي هو مطلب معقول ومنطقي. وبالتالي الحل الأول أنه أنا حسب رأيي نمشي في تعشيب هذا الملعب سريعا، مش يكون حتى المباريات، مع حل على سنتين أو سنة أو سنة ونصف لنجمه على 3 سنوات في اتجاه يكون عندنا مركب في قيمة المدينة، مركب مهم ويكون عنده مشاعر الجهة. نمشي لمسألة المعهد العالي للرياضة. أنا حقيقة ما عنديش أثر لملف، نجموا تمدوني ملف كان موجود لأن أنتم قلتوا لي في إطار استمرارية الدولة. إذا كان كنا استمرارية الدولة نقول فما ملف وفما قرار اتخذ. شوفوا مع السيد المندوب اللي عندكم الملف أعطيه لي، لأنه هذا يسهل علي أنا نفسي العمل. كنقول راهو هذا تم النظر فيه وهو الملف موجود وراهو في إطار استمرارية الدولة سنواصل في هذا الملف، فهو سهل. لكن أنا مش ننطلق فرضيتين، كان الملف موجود نواصل النظر في هذا الملف ونعتبره في إطار استمرارية الموقف تاع الدولة، تبني الملف ونكمل ندافع عليه ونشوف وين نوصل. كان الملف مش موجود نفتح قوس هنا نظريا، ما أنا مش نحكي على سيدي بوزيد فقط. اليوم عندنا 4 معاهد عليا للرياضة في الجمهورية التونسية، تخرج تقريبا في 1500 طالب، وسوق الشغل مش قاعد يلقى فيهم الكل. معنا سوق الشغل اليوم مثلا السنة اللي فاتت تخدينا 500، السنة هذه باش ناخذ فقط تقريبا 250 ولا 240 بين معلمين واساتذة في الرياضة البدنية. انتوما طرحوا معايا التساؤل، هل يعقل انه نزيد معهد خامس باش نخرج 2000 ونحطهم في البيطار؟ كيفاش باش نعملوا هذا؟ وثم احنا عندنا معهد عالي للرياضة في قفصة. انا مش بعيد برشا. ما نعرفش، انا مش نقول لا، راه نقول نفكروا مع بعضنا. فكروا معنا مثلا كي نعملوا مركب رياضي بقيمة 7 ولا 8 مليون دينار ولا 10 مليون دينار، حتى هو في نفس الوقت ينجم يكون مكسب للجهة. أنا نقول راهو مسألة إحداث معهد عالي للرياضة ماهيش رهينة وزارة الشباب والرياضة ولا الإعلام فقط، يعني هو الإشراف المزدوج لكوتيوتال لوزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.